وصلنا لفقرة كتير حلوة وكتير مميزة وكتير فيها اصطهاج. فيها اصطهاج وفيها نغمة حلو، يعني اليوم ما في اكتئاب وضحك وبين الورود. أكيد محطتنا الأخيرة اليوم رح تكون مع صوت تميز بعذوبته. استطاعت اليوم ضيفتنا ترك بصمة فنية نقية إلى داخل كل من استمع إلى رنات حنجرتها، فأثبتت نفسها من خلال موهبتها الغنائية وعملت على تطويرها بشغف. بدنا نرحب اكيد بالمغنيه ميرنا ملوحي. اهلا وسهلا فيكي ميرنا، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. بعد زمان، بعد زمان من كم سنه طلعنا بتتذكري؟ بتذكر شي 3 سنين يمكن كانت بدال الاوبرا كمان. تمام، بتذكر ميرنا الصبيه الحلوه يلي صوتها بياخذ العقل ورفيقه الكل. رح نبلش مع فيروز ونسمع شي من حضرتك. صار لي شي 100 سنة مشلوح بدك، دجرت من الحيطان مستحي تقول، وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات بغني له غنيات هو بحاله مشغول، ونطرت مواعيد الارض ما حدا ناطرني، قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي، انا بايام الصحو ما حدا ناطرني. سمع صوتك. أكيد ميرنا يسلم صوتك. خلينا نبلش معك بالبدايات، كونه أنت وليا كنتوا عم تتذكروا أول مرة كنتوا مع بعض، خلينا نحكي عن بداياتك ونحكي عن اللون الغنائي المفضل بالنسبة لك. هلا لوني المفضل، يعني أنا بحب أكثر شيء أغاني الطربية، أكيد ست فيروز يعني، بس أكثر الميل أكثر لأغاني وردة، أغاني شيرين، أكثر كلاسيك هدول القصص. ست أم كلثوم بحب غني لهم هدول كثير أكثر شيء. تمام. ميرنا دائما لك مشاركات ضمن مهرجانات عديده بتمثل سوريا، يعني ما بدنا نعد ما شاء الله نعدهم كلهم، ولكن رح يكون لك مشاركه بالشام بتجمعنا هي السنه على رقم 2 المهرجان. وخلينا كمان نفوت بسياق قديش مهم يمكن حضورك ووجودك بالمهرجانات العامه. هلأ احتمال كتير كبير هلأ، لأنه مبارح نحكى معي بموضوع المهرجان الشام تجمعنا، بس لسه يعني التاريخ ما بعرفه، ويعني لسه كلام بس يتأكد أكيد يعني بحكي عنه، بس لسه مو أكيد يعني، بس يعني مو بشهر 7 بنص يعني آخره تقريبا للمهرجان. خلينا نحكي عن أهمية مشاركتك بالمهرجانات العامة وإطلالاتك مو بس بالشام، بعدد من المحافظات السورية أيضا. هلا هي كتير مهمة لأنه أنا بالأساس يعني عم غني أكتر شيء فعاليات المهرجانات والمراكز الثقافية وهيك، فدائما بحرص أن يكون موجودة بهدول القصص، خاصة أن الشام عم تتعافى وعم تصير أحسن، فنحن لازم نكون يعني نحسس الناس أنه سوريا لساتها بخير، نحن عم نفرح ومبسوطين، وإن شاء الله يا رب هيك الخير دائما موجود بسوريا. إن شاء الله يا رب. ميرنا يعني دائما بيقولوا الطريق الفني متعب وطويل وشاق، خلينا هيك بنظرة يعني خلال مشاركاتك من بدايتك لهلأ كيف بتوصفي تجربتك الغنائية، صعوبات اليوم اللي مريتي فيها لحد الآن؟ هلأ في صعوبات، وخاصة يعني اللي بيكون أخذ خط ملتزم بيكون أصعب من غيره، لأنه أنت عندك خيارات كتير محدودة بالغناء، وحتى بالأغاني اللي بدك تنتقيها لتغنيها تكون خيارات إليك، أي عم لاقي صعوبة كتير إجبال. وأكيد شركات الإنتاج وغيرها وغيراتها. قولي هلأ مو موجود شركات إنتاج لحتى نحكي فيهم، يعني لو موجودين أصلاً يعني في عندهم كمان خيارات العقد الاحتكار والقصص في حال وجدوا يعني، بس إني ما أنا موجودين عنا. ميرنا كان إليك كتير كفرات وإليك أيضاً تجارب خاصة بتخصك، على أي أساس بيتم اختيار أي كفر بتحبي تجدديه؟ خلينا نضوي عن هاي النقطة حصراً، يمكن هاي أصعب الخيار من أنك تختاري أغنية خاصة لإلك. بدي يكون بحب المطرب قبل الشيرين. اي ما انا عملت كفر للفنانة شيرين، عملت كفر للفنان مروان خوري، واثنين بحبهم يعني، فانا عملت الاثنين بحبهم كثير يعني، فهي كانت خياراتي. يعني ميرنا دائما ظروف المحيطه بالفنانه بتنعكس عليه، ونحن كسوريين اكيد ظروف الحرب خلال 8 سنوات انعكست علينا
وصدرت نوع يمكن غنائي هو الأغنية الوطنية. اليوم كيف بتشوفي هاي الأغنية الوطنية السورية؟ وأكيد بعدها حابين نسمع منك شيء. هلا من أول الأزمة لهلا هي أكثر كان في إنتاج للأغاني الوطنية، وأكثر الحماسية كانت بداية الأزمة يعني. بس أنا هلا انتقيت الغنية اللي هي أنا نزلتها من شي أسبوعين، هي لا تعتبر يعني هي حب للشام أكثر ما أنه نعتبر وطني، هي تعافي للشام، لأنه هي كلماتها بتقول له يعني بتقول للشام اللي ما بتموت. تعبير. أي أي كتعبير. فأنا كانت هذا اختياري للغنية، هي طبعا كلمات دكتور إياد قحواش، لحن جابي صهيوني، توزيع بشار دواجي. أكيد ما نوجه لهم تحية للأساتذة زي اللي ذكرتيهم، وخلينا أكيد نسمع أغنيتك الجديدة اللي كتير حلوة. مبروكة. تسلميني. بارك عمرك. قلن يا بردا نحن ما منموت مثل المي الجاي من جبال الزمان، مثل الريح الكلة قوة وعنفوان. قلن يا بردا نحن ما منموت مثل المي الجاي من جبال الزمان، مثل الريح الكلة قوة وعنفوان. يا بردا يا بردا شامل ما بتموت، يا بيفتح التاريخ يا بتخلع وبتفوت. الله صوت أمير، مبروكة عن جد، لأنها كتير أغنية مميزة وحلوة. يعني هلا عرفت ليش بتحب شيرين، الإحساس الحلو دائما مرافق هذا الصوت. خليني نحكي معك اليوم، أنت بهذا الموقع عملت أغنية جديدة، لقدام شو مفكرة؟ وين تطمحي توصلي؟ هلا أكيد لازم بقى أغني برات الأغاني، أنا صرت عم بغنيتين سينجل وطني، وعملت غنية طبعا رومانسية بس كانت ديو مع فنان أردني. حتى في عندي هلا غنية تعتبر لها علاقة شيء بالبلد، بس كمان هي رح تنزل إن شاء الله الشهر الجاي، مفروض يعني بأول أسبوع من شهر 8. ما بدي أحكي عنها لوقتها لأنه أصلا يعني هي الموضوع شوي خاص، ما فينا نحكي عنه إلا لوقته. والبعده أكيد لازم تكون غني شيء بيرضيني يعني الستايل اللي بحبه أنا، فإن شاء الله يعني حتكون الغنية اللي أنا ناطرتها يعني برات الأغاني طبعا الوطنية. إن شاء الله يا رب هيك بتختاري خياراتك تكون الأقرب لقلبك ومثل ما بتحبي وتوصلي أكثر وأكثر وتوصل للناس إن شاء الله. تماما يعني. أكيد ميرنا، يمكن ضمن الحفلات يلي والمهرجانات يلي بتشاركي فيهم، خلينا نحكي يمكن عن هذا اللون الطربي يلي أنت دائما بتقدميه للناس. حفلة عن حفلة أكيد بيختلف خيارك حتى بالفرقة الموسيقية أيضا، خلينا نحكي عن خيارات الفرقة الموسيقية يلي لازم تكون مرافقة للصوت الشرقي والغناء الملتزم أيضا، والخيارات الصحيحة بحسب المكان والمناسبة وعدم التكرار. هلأ هي كانت بلشت، أنا أصلا يعني أول حفلات اللي كان مع فرقة طرب ذهب، يعني للأسف هلأ لنا فترة ما عاد عملنا حفلات سوا. الفرقة كانت فيها يعني كل الآلات تقريبا، يعني كانت الفرقة تبعنا كانت فرقة كبيرة. لأنه أما هلأ يعني الخيار، المشكلة أنه يعني العم يطلب بك على حفلة مثلا معينة عم يكون عم يدفع مبلغ معين، فأنت عم تضطر تحددي عدد العازفين اللي معك وتحددي الخيارات. بس أنا في آلات بحرص أنه تكون موجودة دايما، يعني مثل العود، القانون، الناي، الآلات الشرقية بحبها كتير أنا كتير، الجيتار إذا موجود طبعا، الجيتارات، قولي الإيقاعات إجباري لازم تكون موجودة، بس أنا بفضل هدول الآلات أكثر من أي شيء تاني. يعني ميرنا وصلنا لختام محطتنا معك، بدنا نتشكرك كتير أكيد، وحابين بالختام نسمع منك شيء حلو. طبعا هلا بما أنه كمان مبارح أو اليوم كان عيد التلفزيون، اليوم عيد التلفزيون بقى مغني شيء للبلد إن شاء الله، هيك يعني بتكون هي آخر يعني القصص عم تتعافى أكتر وأكتر، يعني نحن أحسن بكتير من قبل، نحن بالشام عم نحكي بس في محلات
يعني بتمنى هيك يعني يعمل خير أكيد بكل الخير البلد. والسلام يا رب. لكل أرجاء سوريا يا رب. يا رب. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لمالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقي عالدايم مضوي مزروع مجد وغار. عالبرج العالي وقفوا الخيالي وسيوف تلالي شمسك ما تغيب، لمالي ولا ولادي على حبك ما في حالي. شكرا يا ميرنا، موفقة يا رب بخطواتك الجاية وناطرين لقاءات مع حضرتك أكيد. شكرا كثير لحضورك وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك وكل التوفيق، وإن شاء الله قريبا بنشوفك على أهم المسارح العربية والعالمية. شكرا كثير.